الو علي؟ طيب حاضر، ثانية واحدة. علي ايه؟ تليفون. تليفون ايه؟ الو الو الو، صدق الله العظيم الفاتح. شكرا الله سعيد. سعيكم مشكور. شكرا يا فندم. شكرا لك. أنا خير سعد. أنا خير. سعيكم. شكرا. شكرا فندم. نعم بالله. شكرا منير. شكرا يا فندم. شكرا. أنا قدامي ساعة كده وامشي شغالها على الطيارة. استنى هوصلك. أيوه مشكور. شكرا فيك. توصلني لإيه أنت كمان؟ شكرا الله سعيد. أنت تفضل في البيت مع مراتك ما تتحركش. شكرا الله سعيد. أنا مش حمل إن أنتوا تروحوا مني أنتوا كمان. شكرا الله سعيد. أنت مش واخد أجازة دلوقتي؟ لو مش خايف على نفسك تخاف على مراتك، ولا انا حوصيك على بنت خالك يا علي؟ بلاش، ان شاء الله خير. علي اوعى تسيب اللي عمل كده. اوعى. مش محتاج توصيني. مش محتاج. أخش أريح شوية وقت الناس ما تمشي بيقفل البيت. أنا هفضل هنا النهاردة. حاضر.
عايز تعرف ايه يا علي؟ الحقيقه انت اللي خاطر تعرف الحقيقه بجد؟ اصل لك ما تعرفش ابن الراجل ده. يبقى احسن لك يا باشا ما تعرفش. علي انا امك يا علي. علي علي اسحبي. صباح الخير. اللي هو جلال بر بقى في حياتك علي. شكرا يا فندم. خلي شكرا خلي على شا خلي يا فندم. علي انا عايزك ترتاح وتبعد عن اي توتر الايام دي، ولما ترجع بالسلامه هتلاقينا خلصنا الموضوع ده ان شاء الله. موضوع يا علي المقدم مصطفى عبد الرحمن هيكمل تحقيق في الحادثه دي، وانت عارفه مفيش عليه كلام وبيخلص. اشكره لي يا فندم جدا، وقول له انا لو احتجت منه اي حاجه بتصل بيه ان شاء الله. لو حققت بنفسك الخساره هتبقى اكتر بكتير من اي مكسب هتحققه. اديك شايف اللي حصل. هيحصل ايه اكتر من كده؟ انا خايف عليك وبشكل رسمي بطلب منك تبعد عن القضيه دي تماما. لو هو بشكل رسمي يا فندم ما استنيتش ليه لما رجعت المديريه عشان تبلغني بيه؟ ما تسيبش حاجه علي باشا. يبعد عن ايه يا سياده اللواء؟ دي امه سعادتك. امه. انا اسف سعادتك بس الصراحه مش قادر. ده بطل انه قاعد ساكت كده لحد دلوقتي. انا لو مكانه اقسم بالله كنت قلبت الدنيا. استنى يا عيسى، الظاهر ان احنا المفروض نسكت برضه المره دي، خصوصا الموضوع ما فيهوش راي عام. يعني انت بتهزر سيادتك يا فندم؟ احنا حاسين بالظلم. استنى بس يا ثروت. طب يهزر. انا مقدر الحاله اللي انت فيها دي، واجب المهني والانساني يخليني احذرك باللي انت ناوي تعمله، لان عارفك كويس. لما حضرتك عرفني كويس تبقى كده عارف ان مفيش اي حاجه هتخليني اسيب القضيه دي. عارف علي، للاسف عارف. انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان احميك من نفسك ومن اللي حواليك، لكن لو ناوي تركب دماغك ما قداميش غير اني افضل في ظهرك. كلام اللي هو جلال ما كانش مهم بالنسبه لي، كنتش محتاج لحد. بالعكس كل ما كنت لوحدي وكل ما بقيت اهوى. وانتش خايف على نفسي، ما عادش في حاجه اخاف عليها، حاجه واحده بس اللي كان ممكن تعطلني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هتسافري دبي عند باباكي، هناك هبقى مطمن عليكي اكتر. عيسى طلع التاشيره وانا حجزت وطيارتك كمان 3 ساعات. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ انت ازاي عايزني اسيبك في الظروف دي؟ هتحتاجيها معاكي؟ رد عليا، كلمني زي ما بكلمك، ما تعملنيش بالطريقه دي. انا مش عبيطه. عايزاني اقول لك ايه يا ريم؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ان انا مش قادر احميكي ولا احمي نفسي حتى؟ ريم تفاصيل كتير قوي لازم اقولها لك علشان تفهمي، ومفيش وقت. كل ثانيه بتعدي في كلام بره الموضوع ده بتبعدني عن العمل كده، وبتعرضني وبتعرضك للخطر. ارجوك يا ريم ما تبقيش سكينه في ظهري، ما تسمحيش لاي حد يضغط عليا بيكي. انا مش عايز ابقى قلقان، مش عايز ابقى خايف عليكي يا ريم. لو حصل لك حاجه خلاص يبقى نسافر مع بعض يا علي. انت اصلا كده لازم تسافر معايا. انت فاكر ان انت خايف عليا وانا مش خايف عليك؟ لو خايف عليا ما تمنعينيش، سيبيني. ما تحاوليش تقنعيني ان انا اسيب اللي قتل امي واهرب. الموت اهون. لو ناقصك حاجه بشتريها من هناك. انا مش مسافره يا علي، ومش موافقه على اللي انت ناوي تعمله. انت فاكر ان انت كده هترجعها تاني؟ انت لو مسكت مسدس وطحت في الناس هتظلم، وساعتها فعلا هتعرض نفسك للخطر. اظلم؟ بتهيألي انت عارفاني كويس. يبقى خلاص خليني جنبك بدل ما اموت من الخوف عليك. لو بتحبيني ربع ما بحبك سافري يا ريم، ارجوكي. وبعد مني قبل ما اوحشك هتلاقيني قدامك. عمري ما سافرت لوحدي يا علي. الظروف.
لو جرى لك حاجة أنا مش هسامحك. عمر ما يحصل لي أي حاجة. كنت مصمم إن ريم تسافر مش بس علشان أحميها، لا، عشان ما تشوفنيش وأنا بتحول لإنسان تاني. دي بني آدم هي ما تعرفوش. ادخل. إذن يا باشا. تعبت نفسك على الفاضي. معلش السكة ممكن تطول، خلينا نمشي سليم، وبعدين المخالفات كده كده هنحتاج لها. يلا بينا. مفيش حاجة يا باشا. تاخد البواب معاك، أنا أعرف أخليه يتكلم. أكيد هم عاملين حسابهم، ملفات بالشكل اللي أنت عيسى. ماشي يا باشا. استنوني تحت. يلا. ألو. إيه يا علي باشا؟ هو ده الكلام اللي إحنا اتفقنا عليه؟ أوعى تفتكر الملفات اللي أنت خبيتها دي تلزمني. أنا من هنا ورايح مش همشيها قانوني ولا أدلة، ومفيش حاجة هتوقفني. الملفات اللي انا خبيتها دي خبيتها عشان احميك. لا يا راجل. بقولك ايه، سيبك من الكلام الكتير وتقابلني لو معاك ناس. خلينا نقف بعيد لان مش لازم حد يعرف الكلام اللي هنقوله مع بعض. حب نتقابل فين؟ عندي سؤالين ومش عايز اكررهم. مين وليه؟ انت كنت متصور يعني لما تروح تقابل الناس دول وتقول لهم خلاص انا خلاص هرجع ابقى زي ما انا يعني المقدم علي زكي، هاخد مراتي وامي ونروح نتفسح في العين السخنه، وانا راجل ظابط مباحث لكن طيب جدا وكاني ما عرفتش حاجه، ودوتا دوتا خلصت الحدوته. افتكر الكلام ده حد يصدقه؟ كل اللي انت بتقوله ده مش مهم دلوقتي، عايز اعرف مين اللي بلغهم ان انا ابن يحيى نصير. الحكايه دي ما حدش يعرفها غير انت وانا وزكريا، وطبعا انت مالكش يد في الموضوع. انت اللي جيت لي وانت اللي سالتني وانت كنت عارف، وانا راجل مؤتمن على ثروه وعلى وثائق ومستندات وورق، ولا ليا مصلحه في اي حاجه في الموضوع ده. اوصل لزكريا ازاي؟ لو انا قلت لك مش قادر اوصل له تشتري مني؟ ماشي انا هوصل له، بس لازم اعرف دلوقتي مين الناس اللي بلغهم زكريا وبلغهم ليه؟ لما تقابله اسأله. أنا بسألك أنت. أوه ما أعرف. ما تعرفش إزاي؟ أنت كنت ماسك شغل يحيى نصير وعارف كل أسراره. أنا كنت ماسك شغل يحيى نصير الله يرحمه، مش شغل المنافسين بتوعه وأعداءه يهمهم، أنا ما أعرفش أي حاجة. هات زكريا. هات زكريا وكل حاجة هتكر وراه. تعال يا ريف، ادخلي يا حبيبتي. وداد يا وداد. اهلا اهلا. ايه النور ده؟ ايه القمر ده؟ دي بقى يا ستي وداد مراتي. ازيك؟ تعبت يا ريم. اقول لابوكي نزلني مصر اسلم على شريفه مرات عادل؟ مرضيش. انا حبيتك قوي من قبل ما اشوفك. ميرسي. الاهم من الحب فيه اكل ولا لا؟ طبعا في اكل. دودي بقى طباخة ما أقولكيش. بس أنا عايزة أكلم علي الأول أطمنه إن أنا وصلت. عايزة تطمنيه ولا عايزة تطمني عليه؟ أنا رنيت عليه كتير قوي، موبايله على طول مقفول، بس ما تقلقيش هفضل وراه لغاية ما يرد. حامد أنا جهزت لك الحمام، خد أنت الشاور والأكل هيكون جاهز. تسلميلي يا روح. بيتي كريم، خذي راحتك، مش هوصيك يا وداد. ها طبعا. يلا الحمد لله على السلامه يا بنتي.
تعالي يا حبيبتي تعالي. انت واقفه كده ليه؟ البيت بيتك، هو انت غريبه؟ نورتي. ازيك يا باشا؟ اهلين. ازيك يا منير؟ ها وصلت لحاجه؟ حاجات. شوف يا باشا، انا بقالي 5 سنين شغال في الشغلانه دي، ما شفتش في حياتي اوسخ من زكريا ده. ازاي يعني؟ بدا حياته اداب، كان بيشغل نسوان في الدعاره وياكل من عرقهم. وليه ابن عم اسمه سعيد الخواجه. خواجه؟ خواجه. وكانوا بيعملوا حاجتين اوسخ من بعض. بيودوا بنات الخليج على اساس ان هم خدمات، وبيجيبوا عرب يجوزوهم بنات صغيرين من الفلاحين. بعد كده سعيد الخواجه حاول يطور بقى ويحسن من نشاطه، اشتغل على النت وعمل موقع اسمه اتجوزني، وبعد شهرين اتقفش وزكريا اللي طلعه. واحد زي ده يعني يشتغل ليه مع نصر عبد الحميد؟ ما هو يحيى نصير كان ليه بيزنس في الدعار. لو سمحت شيل، انا خلصت. الظاهر ان زكريا كان ماسك القسم ده في مكتب نصر عبد الحميد. هفكر سعادتك بحاجه يا باشا. فاكر البنت الممرضه اللي كانت شغاله في مستشفى الشرق اللي كانت ممسوكه اداب؟ مالها؟ سعيد شغالها دعاره واتقفشت، وزكريا برضه اللي طلعها. واضح ان احنا في البلاعه. سعيد ده بقى نوصل له ازاي؟ لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال، اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها وده والدت الحال، اعمل معاه الصح انا واسنده لو مال، واقف جنبه في المحن واكون. تسمع سين تقول جيم. والله يا باشا ما عملت حاجه. في ايه يا باشا؟ فين زكريا ابن عمك؟ هو الموضوع بخصوص زكريا؟ الله يحرقك انت يلا. والله ما اعرف حاجه عن زكريا يا باشا. ولا ايه يا باشا؟ في ايه؟ بتعمل ايه يا باشا؟ حرام عليك بقى يا باشا، انا ما عملتش حاجه. ورا والله انا ما اعرف حاجه كنت قلت. انت مالكش دي يالا. مالك دي ازاي يا باشا؟ انا مواطن مصر وليا حقوق. والله يا باشا ما اعرف عنه حاجه، ده نصاب ابن كلب واكل عليا 100,000 جنيه. قول هو فين واجيب لك حقك. ما يقولش عليا برضه يا باشا، ده مهما كان ابن عم يا باشا. اللي جايه في ابوك. اقول لك على كل حاجه يا باشا، اقول لك على كل حاجه، بس وحياه المصحف ما تكون الا انا اللي قلت لك. اول درس اتعلمته في الرحله دي مجتمع زي مجتمعنا، عشان توصل للي انت عايزه الطرق القانونية ما بتنفعش، بس المفاجأة ان الطرق الغير قانونية كمان ما بتنفعش. كنت عايش في متاهة كبيرة اوي، بدأت مع اول سؤال في الطريق، الأسئلة زادت، سؤال بيجيب سؤال، والمأساة إن مفيش إجابة. البت المعفنه بعد ما لمتها من الشوارع كانت هربانه من بلدها، علمتها صنعه تاكل من وراها الشهر، جايه النهارده تقول لي لا مؤاخذه اصل انا هتجوز ومش هخرج مع الزباين الا يومين بس في الاسبوع، بلا وكسه. ما انت اللي اخدتيه عليك يا جمالات، مش حاطه سيستم، المفروض في مواعيد حضور وانصراف، قبض وخصم. انت عارفه احنا هنا متاخرين ليه في مصر؟ ليه يا اخويا؟ عشان مفيش سيستم. يا سلام عليك،
ايه الكلام ده؟ والله انت خساره في البلد. الكلام يا سعيد. الزبون ده تبعك يا زيكو؟ ده معرفها من زمان قوي الحقيقه، انا لسه متعرف بيه قريب يعني، بس هو يعرفني من زمان قوي. انت عارف كويس قوي انا عايز منك ايه. مين اللي حاول يقتلني؟ مين كان حاول يقتلك؟ هو لو كان حد عايز يقتلك كان زمانك لسه عايش. يعني ايه؟ يعني تدور على صاحب المصلحه. انت رفضت انك تورث، لو في منافس ليه حنصير ومش عايزك تحل محله هيقتلك ليه؟ ما انت بعدت اهو خلاص. لكن اللي عمل كده كان قاصد يضغط عليك، قاصد يخليك توافق ومضطر توافق. المره دي ست الوالده، المره الجايه مراتك. يعني حد من اللي شغالين معايا حنصير هو اللي عمل كده. واحد ماسك شغله كله وقاعد مكانه دلوقتي، لكن ممكن ما يكملش لو انت ما ورثتش. اللي هو مين؟ انت مين؟ بتلعب بيك الكوره من زمان، لحد في كل بعض يمين وشمال، وانت زي العبيط زي ما انت. رحت الخليل باطي قال لك احسن لك ما تعرفش، قبليها رحت الحسن الغامري قال لك انت مش عارف انت داخل على ايه. كل ده وانت لسه زي العبيط بتسال ومش عايز تفهم. تعبناك يا باشا. عمر يا باشا. العربية دي باسم عصام متولي الشهاوي. الو. ايوه منير. طلع بيني ليه عصام ده؟ تهلا يا باشا. باشا عنده مزرعة في كينج مريوط مقيم فيها اغلب الوقت، وشغال في تقسيم الاراضي وإيجار الخيول. وايه علاقته بيحيى نصير؟ ما هو انا جاي لك اهو يا باشا. ثانية واحدة. في 2004 اتقبض عليه في قضية مخدرات، واللي طلعوا منها نصر عبد الحميد. ونصر عبد الحميد يعني يحيى نصير. طب هات لي عنوان المزرعه بتاعته. تأمرني يا باشا، تحت امرك. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ هو انت منقول جديد ولا ايه؟ ملهاش لازمه يعني المهرجانات والهيصه دي. ده انا التليفون صغير راجل غايت عندك. معلش يا عصام، اصل سمعت يا حبيبي اني نومك تقيل فقلت اخبط بالجامد شويه. تشتغل ايه؟ يا باشا انا شغال في حاجات كتير جدا، استيراد وتصدير ما يضرش، تربيه خيول شغال، تاجير عربيات زي الفل، اي حاجه تجيب قرش بالحلال. بص عصام، انا ممكن ما اجيبش اسمك في موضوع زكريا ده خالص، اعتبر يعني ان انا لا شفت ولا اعرف العربيه دي جايه منين، وضرب النار ده عشوائي. شفت المهرجان اللي حصل عندك في المزرعه؟ كل ده علشان معلومه. تخيل بقى لو المعلومه دي ما جاتليش، تخيل المهرجان اللي ممكن يحصل معاك هنا ودلوقتي. شوف يا باشا، انا طور وعيني متغميه. دور الساقيه دي يدورها، احرت احرت، حتى عشر البيمه دي اعشرها. اللي بيقولوا لي عليه بعمله من زكات، ما اطرح ما يحطوني انحط وانا ساكت. ومين بقى اللي بيقولوا لك؟ انت عايز اللي بيقولوا لي ولا اللي بيقولوا لي اللي بيقولوا لي؟ ما انا يا باشا لو دليتك على اللي معاه الريموت كنترول بتاعي هيقول لك برضه ان في واحد تاني. ولا انت هتلعبني يلا ولا ايه؟ يحيى نصير. لا يا باشا، ده انا كده مش طور، ده انا صرصار، ده انا حتى ما اقدرش انطق اسمه على لساني. في شركه بتخلص لي ورق الشغل بتاعي، الشركه دي بتاعته. احنا مكتب تخليص جمركي،
شغلنا بنحصر في انهاء الاجراءات المتعلقه بالصادرات والواردات زي ما حضرتك اكيد عارف. هنا في كشوف لكل التعاملات واحنا فوق مستوى الشبهه. 5 دقايق ويبقى قدام حضرتك دي في دي عليه كل التعاملات اللي عملناها خلال اخر 10 سنين لو تحب. لا الحقيقه انا كنت محتاج حاجه تانية. انا محتاج قايمه بكل المتعاملين معاكم. للاسف انا مش هقدر ادي حضرتك قايمه بالعملاء دول. ليه خير؟ سريه ولا ايه؟ بالعكس سعادتك احنا هنا ملناش عملاء. يعني اسمح لي اوضح لحضرتك، احنا قسم تابع لشركه عملاقه مهمتها الوحيده في مصر ان احنا نشغل الشركه دي. والشركه دي بقى فروعها فين تاني؟ ملهاش فروع، فرع واحد رئيسي في دبي. دبي؟ لما قلت ريم تسافر كنت متصور ان انا بحميها، كنتش عارف ان انا برميها في النار بايديا. انت مديت اجازتك بموافقه اللواء جلال وطلعت على دبي، تقدر تقول لي ايه اسباب سفرك المفاجئ ده؟ بحاول انقذ مراتي، ما كانش قدامي غير سكه واحده بس. الهي اللي حاول يقتلني وقتل امي وقتله، وبكده هعيش انا وريم في امان. او كنت متخيل ان ده اللي هيحصل؟ صباح الخير. صباح النور. عايز اقابل مدير الشركه لو سمحتي. مين حضرتك؟ علي. علي يحيى نصير. يحيى نصير؟ طب ثانيه واحده، ثانيه واحده. استاذ علي، استاذ علي، استاذ علي، استاذ علي، استاذ علي، استاذ علي. الحمد لله على السلامه يا علي.